السلام عليكم مشتركين قناة كويزين شاما، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير الطاجين المغربي، وكيف ما كنعرفوا كيحماق عليه الكبير والصغير من المغاربه وحتى الاجانب. دونك جاتني الفكره انني نشارك معكم طريقتي. الو غادي نحتاجوا، غيكون الطاجين ان شاء الله بالدجاج والجلبانه. غنحتاجوا الدجاج، الجلبانه، خيزو، البطاطا، معلقه كبيره من زيت العود وزيت نباتيه. غادي نحتاجوا البصله، غنحتاجوا مطيشه مقطعه طريفات صغار، الزيتون، الثومه، الربيع المصير، الحامض المصير، فلفله حاره. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا الملحه، البابريكا، الخرقوم، سكينجبير وشويه ديال البزار. وغنبداو بسم الله باول حاجه، غادي نديرو الزيت هي الاولى، كنديروها في الطاجين. صافي كنخليوها حتى تبدا تسخن مزيان. ملي حسينا بها سخنات كنضيفوا البصله، كنخليوها حتى كتشحر واحد شويه. يعني كنخليوها تقلى شويه في هذيك الزيت. وديما كنحركو، يعني خصنا نستمروا في التحريك. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره من زيت الزيتون، ضروري ديروا على الاقل معلقه صغيره حيت هي اللي كتعطي هذيك البنه في الطاجين. كناخذوا الدجاج وكنديروا حتى هو مع البصله. صافي وكنخليهم يتقلاو مزيان مع بعضياتهم. غنضيفوا شويه ديال الملحه، من بعد انا ضفت طريفات ديال المطيشه، وهنا غادي نزيد التوابل. وما تنساوش التوابل مهمه، يعني باش ما كثرتوها باش ما كان لوغو ديال الطاجين بنين. صافي كنخليو هاد المكونات هادو كيتشحروا مزيان مع بعضياتهم. غنضيفوا الربيع والثومه، انا درت 3 ديال الضروس ديال الثومه. غنضيفوا الحامض مصير، صافي كنبقاو كنقلبوا في الدجاج بحال هكا، كنقلبوه يعني غير باش يتشحر من الجوانب بجوج ونخليوهم. كنحسوا بهاد المكونات هادو تشحروا لينا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيفوا الخضره اللي كتشد لينا الوقت، اللي كتبغي الوقت باش تطيب مزيان، بحال الجلبانه وخيزو. دونك غنديروهم هما الاولين. يعني كياخذوا وقت طويل باش يطيبوا. وغادي نضيفوا خيزو. صافي غنخليهم حتى يطيبوا مزيان. من بعد ما طاب لينا خيزو وجلبانه، يعني دخلهم الطياب كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نضيفوا البطاطا
هي اخر حاجه كنضيفوها، يعني ما كتاخدش لينا وقت بزاف باش تطيب. ضفت عليها مطيشه والفلفله، شويه ديال الربيع، الزيتون في الجناب، ورشيت بشويه ديال البابريكا. نهائي ديال طاجين الدجاج بالجلبانه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.